اسمنا هو إج نموذج نومثنغ تغدالي ماني السلام دي قابل البركة ويويد ما شاء الله أنه رذي السيسا قومي وينتي دان تتغاو قيضون أنشنت ما ذاني تاتي إج لمنظري شنايت ما دي السلام فريد خصها ذا مو ما شاء الله والحمد لله تدفن دغال الإسلام والسيد أنه يزدغات يوسد ويعجباس عامة إني السلام عليكم ماروكو أموني غام خاصة بس يرخ تليمانت ماروكو ما شاء الله الحمد لله الحمد لله مش دومني غيث مدي السمان وهي صدغاف يوز أتاي أتاي يا إيث مدي السمان إجر من درمي دوم غيني غنو هذي قابل البركة إما سنتي ليمانيين بس دا ليماني ولكن سلمان الحمد لله وسين داد سونا تاي ذايتا سيدي المغرب ماني غد سلمان نهو إن شاء الله ثم بعض النغ عريف النغي شنا زي ومكنيو وذي قابل البركة ما شاء الله ما شاء الله الله يصلح الله يصلح ان شاء الله الله يصلح ان شاء الله تعالى ماروكو سجير من داش عجبن دي ماروكو سجيرماني قلت من داز ديال المغربي الصباح عيسى عيسى ستاج ماس من داز ديال المغربي الصباح Euch zu besuchen, mashallah, hier Donnerstag, Montag, mit den Brüdern zu sitzen, Frühstück zu machen. Für die Kinder war schön in, am Strand. ما شاء الله ريسي قابل البركه تعجب السرحان اينش يعجب من زياد دغات تعجب بس دوقي ظون رخي ويد ريسيس يعني رطار ونس وين دغاو قيضون من تسي يعجب من ذا اخي ايش مست ايش كنت نيش مع ماي نيكي اينش واش واش ما خيم غادي تسوق حالي واقو ما يتما دي السما يشاري يزغد بخيضون وعام يقعد لي ماني هو دري دي السيستم مزيانين هاد الشنطه ديال المغرب ونقارس مرحبا بك ناس مرحبا بك غانا بارك الله فيك العباس يا شيخ حسام في العالمين بارك الله فيك ان شاء الله يتما دي السما انه الجلسه هي مجدوم من خزاويد يوسين يوسد اللهم بارك امام النغ مسجد بلال تحيه صفقه راه تيتا كيف حالك ان شاء الله تعالى؟ الحمد لله جزاك كيف جاك المغرب؟ ما شاء الله اللهم بارك ربي يحفظها يعني ويحفظها امين ان شاء الله تعالى امين اول مره تزوري المغرب؟ اول مره والناظور ايوه ما شاء الله يعني فوقاش جيتي هنا يا المغرب؟ انا يوم الاحد جئنا الحمد لله والاجواء السفاري الى ما غير ذلك كانت ممتازه والحمد لله الحمد لله كرماء وطيبين ما شاء الله الحمد لله اللهم لك الحمد يحفظكم ويبارك فيكم امين امين ان شاء الله تعالى وهذه القعده كي جاتك يعني في الخيمه جميله فطور هذا فطور ان شاء الله تعالى يعني ما كاينش يمكن في العالم ياك فقط هنا ما شاء الله والحمد لله والحمد لله ومن ناحيه الرحله كانت الاجواء يعني مزيانه هنا في المطار كل شيء لا ما شاء الله كل شيء ميسور ما شاء الله الحمد لله الحمد لله وانت دايت ما تسمى انه الامام غنغدي هذه مسجد بلال الاخوان قسنت مره وزي المناسبه يعني تحيه الاخوان يتزجن مار دي مسجد بلال والسيده قسنت مره غنيه عن التعريف ان شاء الله هذه السعد العطله تصبحت باذن الله تعالى ان شاء الله بعزك ان شاء الله بارك الله فيك هذا تركي ما شاء الله نهار ما تسمى انه ما استور من ما تلقي تركي كاين اسمي سيد المغرب اسمي سيد المغرب بي 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 الحمد لله المغرب مزيان احسن ما يرى ان شاء الله هاد الشنيج نسغيميت هاد الشن فين شي توصل يعجب الحريث ما يسمى اسوق عبد الحنجيري فين دي هذه مزيانه ثم تي الياس عاود غني عن التعريف الياس اش تجيو مع عزان مليح بخير صحه مزيان اش كتعجبش المغرب مسكين دوك نش نغني ها توغاش ثنايا ناس بوسا نهار نوع تودي نغني ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سي عبد الله باش تجيو مع عزان مليح شاني تجيب خل الوالد قص تحيه الوالد نش امني تحيه صافي خلاص انت عامل هادي ان شاء الله تحفظ في العالمين صحه وسلامه وان شاء الله ثغي ميت سيد مدي السماء اسم تعجبي الاخوان ونخصبوهم تصدع الطاس ولكن قد تصور على انه دائما قاريس اخي ظن داني سيد مدي السماء عزيت تياب تيري دا سيجن عيش خاص يسمون ذا تجي يثما ثنا تغيما داني تقوم شتوار من هنا روسي ذا يثما ثنا زي مسجد بلال في فرانكفورت ويش تحية تبقانت كذلك وقت تغشى على راه نزار يا عمي مصطفى الشمار تقاس ايش تحية تبقانت زير الجاكس نور وسي الوش ديني عاود موحين فرانكفورت عاود غاسر حق موحين فرانكفورت ايش تحية تبقانت تحية لمسجد بلال الامام النغ شو غتقدم تحيه ضروري للاخوان المسجد بلال اللي كيتفرجوا فينا يحفظهم ويبارك فيهم امين قول لهم تعالوا معنا اهلا وسهلا بكم في الناظور ربي يحفظهم ما شاء الله ان شاء الله ما شاء الله والله يحفظكم بصحتك ان شاء الله بارك الله فيك شكرا الله يحفظك بارك الله فيك شكرا اسمع عاود كذلك يجوا مثلا غني اجنبي وزد نهار اذا انت تجوا مثلا زيد جاليه ماشي دابا بعد مليح شهنا بخير صحه مزيان ماني زو سيرنتيز ذا كيشنا عايز وتشما زغليمان انت
هذا تاكي ما شاء الله. يعش بس المغرب. يعش بس المغرب. المغرب مو. مليح المغرب. مين دش يعش ناس مين دش يعش من ديال المغرب خا. فاميليا تراديسيون مثل المغرب خا فاميليا ثمونه يتوري اقوميت ما ديسما دائما قاريت خزا ثمونه فاميليا قوم في عجباس ريواني تاتي مسكين اجنبي عجباس عجباس اتاي زيت رمسم خرينغو زيت بينشيتو هذه قابيل مالك يا اخو زيد عاودي بينشيتو تشد بينشيتو غير محمد اللي مازال لا محمد بينشيتو هذه قاس الخو هذه قاس بينشيتو تعقب ضروري ان شاء الله انا بقى هاري بينشيتو محمد هذه تبره من الاخ اللي هاني صغير هذا فيديو ان شاء الله هذه حجاني مزيان ان شاء الله يا 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 المغربي يروح ربحه يروح كل شيء يا اخي مين دا سيعجب ندينيش الماكله اللي سرما غاس غندير حتى سي مشان ان شاء الله هذا بالصحه والسلامه اسيبو تيب ميدان غاديين اذا هون خزار ما شاء الله هنا هيوذان ديال الاجانب تسندغ المغرب السلام عليكم مليح بخير صحه مزيان وما سبع هذا تبارك الله ما شاء الله ايش نفرح تعزبو تيب بنت توالي انه هيوذان مساكين زبار الفرح تصب قران من زريقه وا خمي رخيقه يعني عزيز عمي عزيز عمي مود غير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء بين دايس وني غاس الخو عمدش عشم ديال المغربين الماكله شكل بدا خاضين هو الماكله المغرب عزيز وطيب اني بين شي تويا تيق غاز ديال الكفوس هاك ما شاء الله بسم الله وا بسم الله هذا مغربين وربورو 10 على 10 هذا مغربيت ما ديس ما صافي نعري اثنا داري في رخو كاين غدا استعجب ثمار راقت وين الحمد لله ما شاء الله ايوه الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله من الحمد لله نودي مسنا من النا اخلاق لذاب الحمد لله واري صغار خا نشي المار ديج نسمونا نغدين ديج نعزبو طيب ونجا الاساس شكر خويا جرايد ديال التاسع وش عارف الكاتل مسكين ما شاء الله وان شاء الله نغسل ان شاء الله كي غيستعوج العطره تاع الصبح تاع عشبر حال ان شاء الله ها ان شاء الله عافي عافي عايز صورت مزيق تا يثما هاي حذني ترانكير لا تسريح ذا مغربي صافي جات بزو جنس اسريح تحيه يش موت شما قام سرما ذاست مزيق 10 على 10 ما عندي ما نسى الكوتش ما عزت اش مي جاربي ان شاء الله غاتسند غاش الخور هذا الاجانب من غيني ذا عزبوتي اخويا خصنا نصور ثاني ما اخويا قيدونا كلشي جميع اللغات جميع اللهجات جميع اللغات ان شاء الله غاتجيبو عزبوتي بتمزيق توا الى سي الخواجات ما بوخي السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله إيه مش نوفي ما بعدها من عمر ميتوسي من سيارة زيراين هي زي بيتزا ثمن مليح لا ثمن مليح شوية ومن ناحية الشروط قلنا موني ستانك نوري شان حشت نروح وضرب التانيج نحشت وضرب التانيج نحشت الله لا وستلقيح وينات صافي صافي شتوها قلت سينا في النش شتوها قلت رهن سينا مارا وقلت سينا في النوم ما شاء الله هيش كمنا ما قلت سينا في النش نيغ مازال قدر اشكت سينا هيش كمنا يعني تعجباش المغربنا لا تعجبي تعجباش الطاس يوين يسني وذا نداس هنا صاحبي ميدا شي تعجيب ديال المغرب خا ميدا شي تعجيب ميدا شي تعجيب ديال المغرب كلشي تعجيب شي وذان زيت الماكله ربحها ان شاء الله ايوا ان شاء الله 29 عطله ان شاء الله تصبح انت هيثما ما شاء الله نخبري توارو هيثما ثنا تسندا موزي اوروبا تحسن سي جن فرحت تمغار خميس تسندا غات ما تنغنى الريف والله الا تعجيب من غير حار وتعجيب من خصوات طاس وسماني نيس نقى مع الحكومه ازم تيورا كست الخوي ودا دير فنخاره تنوجوه تسعدونا كي غدا تجمو مينتي الصباح كانت تحسها كي سنسر فرحت خمني تتدفن الساسي جد حاجة تشنا وتشوار ومرحبا بكم ومعيزنا شكرا جزيلا عزيب وطيب نغاس مرحبا بهم ان شاء الله تسعدون ان شاء الله تصبحان بإذن الله والله إلا ماريا منين تحسس الفرحت زعما الصراحة خمين من زهر هو يثمت نوق تحسس جن فرحت مغار والقرص انه يقيدون يسمون عائلة دغ عزيب طيب يسمون عائلة الخورة ذي وذان يعني شين قرص نود أجانب شين قرص زيرو مين تسندغاش عزيب وطيب تايح عندي جن فرحت مرحبا بهم من عم سيدي ان شاء الله تسعدونا يجن وقت يشنا ويشنا سوطاس باذن الله تعالى ياك لا كش ماني قهوه ديال البيت النقطه تاع الدعاء في دورتموند باقش الخور بدا تزار دا بخيضه ما راقي بدا ديال المغرب وهذه المغرب وهذه المارقة حنا غير بدا تزار وتزارت بليمان هذه قابيل بركه يثما دي السماء ومرحبا بكم ان شاء الله ان شاء الله الصحه والسلامه
هاتشكاري شا سيتي روح غابة بسريق ماني جا أبغى أخصبوت مونيستاغ لا أث مونيستاغ يلا زيد غا صح من جا الواليد أزوهير خيوز دادي خدمة يثمى دي السماء هاقت قاسك خيضون هاك غازير مار غاوينات ما شاء الله هني السلام عليكم عزيزي ماش تجيل مليح شاني وما شاء الله كل شيء وا ما شاء الله باش تجيل بعد عزيزي مليح شاني بيخي وزاد صغير شوية مكسور ضروري ها هاتشكار شاك مليح ياك الله يحفظك بارك الله فيك اش يحفظ رب العالمين شكاري شا بارك الله فيك ما شاء الله السلام عليكم على الحصران عزيزي السلام عليكم باش تجيب لي حشانه السلام عليكم ما شاء الله انا معاور مار وتاتي خدمه ماش ما شاء الله مش تجي لي حشانه وسي دير النظره كني واش تسقسيهم من ناحيه التمام الاجراءات انا كلشي مليح وظيفه مش الصعوبات لا كلشي مليح ما شاء الله الصعوبات كل يوم انا ولا ثاني تاع لي تخاف يعني هذا المطار وعاود فيهم كلشي مليح ايوا الحمد لله هم فيهم كلشي مليح ونجي للاساس تماضي مش الصعوبات خابسه نهائيه ومن ناحيه التمام شتوك سغزيش سغزيش عادري ثمن مليح ثمن مليح ما بنا مريق سغزيش يتف ثمن مليح يتورش ثمن يصبح وان شاء الله تسعوج نعطر ثمانية طار وانش خضاب بيتنخ الحب بالمغرب حب نعرف خاص خسيط النخوات يناش تعجيبا غاريف تعجيبا غير المغرب خرخوا المجهود يكني ومن زي كني وزي زي يعني زي ثم زي تحيب بام يعني طار وانو مساري فقا مساري فقا توالي خذني ربعا ايوا بنا ما مني خا بنا معريك وانش عليك وتحيب بام بطا ماضري وشعري شو خالص من مينيني فرانكا ان شاء الله هذه يعني فان سلي الله اش يحفظ رب العالمين عزيز وتي اش يجرب شكاري كنو سوطاس شكاري شوف عزنا الله يحفظك بارك الله فيك ومش دوم غير تما دي السمانه هوش نتغيمي تشنا يكفي انه من غنا في الوجوه النير اسماني دائما طلب الحكومه ان غترفع شويه القيود والله زعما صراحه خمنت وليت ما دي السما يغنبا بيشوان يشنان غنغدا انت تي تقزغن غن انت انت تي غاثو مات محمد سعدونا الوقت يشنان والله الا تحس حتى شنو وقت سجن فرح ثمغار وثمغار سوطا سجن تحيه تم قرنت زيري تجاك تمور اي ثم ديسما نقلاهم بالاجواء ماشي نقارس نقول الاجانب ولكن هذه مساله من النق وسين داني تاتي غدا غاو قيضون غاو المغرب وتحيس سجن فرح ثمغار من زيار ريفيت مدي السما امي وذا الناس ام الجو الناس واخا الحكومه تكشن حويجه موقف صحنت ولكن عماص هذه غلب مناينير خل الحب للجماليه نعرف يجي تحيه ثمغار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.